بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكرب، اقضي حاجة المحتاجين وفرج كرب المكروبين. يا رب، واجعلنا في زمرة الصديقين والشهداء وأهل بيت نبيك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أحببناهم كما أحببناه، ونتذكرهم كما نتذكر دائما. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا ومولانا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم ألطف بعبادك يا رب، يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بما بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين آمنوا واتبعوا رضوانك وقهم عذاب الحميم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب. ربنا ورب كل شيء، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا به ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلي إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح لك ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وسهل لنا أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، وأنت القادر. اللهم لا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها بمن منك وكرم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وقد غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري. فيا من قل له عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. نسألك يا رب أن لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وارفع عنا كل هم وبلاء. نسألك يا رب أن تعتق رقابنا من النار، وتصلح أحوالنا، وتردنا إليك ردا جميلا. اللهم بشرنا القبول، وافتح لنا كل ما أغلق في نفوسنا بسبب الذنوب. يا رب اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد،
وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا في أحب الأماكن إليك، على أحب الطاعات إليك، في أحب الأوقات إليك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنت راض عنا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين استخدمنا في نصرة الدين بما شئت وكيف شئت يا أكرم الأكرمين. اللهم اشرح صدورنا أن نصل أرحامنا وأن بر أبائنا أمهاتنا الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين أن نصبر على أولادنا ونربيهم كما تحب وترضى، وألا نفقد الأمل في هداية كل من حولنا، أن تهدي أولادنا وذرياتنا وتشرح صدورهم وتحفظهم. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين أن الفرج قادم، اشرح صدورنا أن العزة للمؤمنين قادمة، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. اللهم اكرمنا وتقبل منا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين بشفاعات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بشفاعته وجمعنا معه في جناته ووصلنا لحوضه. اكرمنا يا رب حق لا اله الا الله بحق سيدنا محمد رسول الله، وتقبل منا فضلك وبعدك يا رب، وابعد عنا وابعد عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، ابعد عنا كل هذا يا رب، وجمعنا وجمع المسلمين على وحده وحده لا اله الا الله وعلى سيدنا محمد رسول الله. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عافيتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب، يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من متعة النظر إلى وجهك الكريم يا رب. يا رب املأ قلبي باليقين بأن كل ما يأتيني منك كله خير. يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك يا رب، من لناش غيرك يا رب. ارحمنا برحمتك واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن هفواتنا، وارشدنا للطريق المستقيم الطريق الصحيح يا رب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين، من قراء قرآنك الكريم. اللهم اجعله يا ربنا أمامنا لا خلفنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم اجعله ذخرا لنا ولأولادنا من بعدنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جدي محمد، ارحم جدتي عزيزة، ارحم جدتي سيدة، وارحم ابي بيومي وعمي حسين وعمتي عليا
وارحم موتانا، أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقبل منهم أعمالهم أجدادنا وجداتنا الصالحين، وأن يجمعنا بهم في جنات الخلد في دار كرامته، وأن يجعلنا متأدبين بآدابهم، متخلقين بأخلاقهم، محبين لكل أحد، مكرمين لكل أحد، باذلين ما استطعنا للناس، باذلين ما استطعنا للناس، ومن يوق شح نفسه ربنا يجعلنا من هؤلاء. اللهم بارك في هذه المجموعة في أعمارهم، وزد ووسع لهم في رزقهم. اللهم كما جمعتنا في مجموعة واحدة، اجمعنا جميعا في جنات النعيم مع سيدنا وحبيبنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين، في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل يا رب العالمين.